في وفاة والدي، الكلام ده من حوالي 12 13 سنة. يعني انت بقالك 12 13 سنة يا كابتن ما عيطتش؟ اه الحمد لله. كابتن هاني انا مش عاجبني الاجابات. مش عاجبني الاجابات. طب ليه اعيط ليه؟ مفيش حاجة تسأل الواحد عيط عشان لا هو ده كده كده، بس احنا ساعات بنبقى احيانا يعني على فكرة هي الفكرة دي انا بحسها يعني بصراحة موضوع الراجل ان هو يعيط ده ناس كتير قوي بقت تشوف انه لا ضعف، مع ان على فكرة الراجل ده شخص ايموشن بني ادم طبعا طبعا، لكن انا زي ما قلت لك مفيش حاجة تسأل الواحد عيط عشان هي الا فقد حد بتحبيه او بتعزيه، غير كده الدنيا دي كلها مفيش حاجة تسأل الواحد عيط عشان هي. بس احيانا بتحس انك محتاج تعيط عشان تفرغ طاقه يعني. يعني ممكن يعني اتضايق، يعني انا من نوعيه الناس اللي بتضايق بقعد لوحدي، بحب اقعد لوحدي، ما بحبش اكلم حد نهائي، وباخد جنبي كده لوحدي واحاول استوعب اللي حصل وابدا اخرج نفسي باي طريقه باي شكل. بس عمرك ما لجأت لحل العياط؟ لا خالص، ولا لحد يعني، ولا حتى ان انا مثلا لجأت لحد ان انا اشتكي له ان حصل مثلا كذا كذا خالص، حتى مشاكلي كلها بحلها بنفسي الحمد لله. يعني بصراحه خبيت على مراتك حاجه قبل كده؟ خبيت على مراتي؟ اه خبيت عليها. خبيت عليها ايه؟ لا لا حاجات يعني حاجات عاديه. حاجات ليها علاقه بايه؟ طب لما هي حاجات عاديه مفيش خبيتها ليه؟ مفيش، بصي اقول لك حاجه، مفيش راجل بيخبي على مراته حاجه. اه ما بيخبيش على مراته حاجه، سوري، اللي يقول لك كده بيبقى كذاب. لا على فكره في ناس ما بتخبيش حاجه. ده لا 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 صعب. على حسب نوعيه الحاجه بالظبط. ايه هي بقى نوعيه الحاجه اللي لا خبيتها؟ حاجات كتير جدا. ما بص الحياه دي مليانه مواقف ومليانه حاجات كتيره جدا بتحصل، فانت غصب عنك برضو انت بتتعاملي مع مراتك مثلا، فلازم ان انت في حاجات ممكن انت تعرفيها او ممكن حاجات بتحصل ليك، فانت ممكن تيجي تقوليها هي تفهمها بشكل خطا او بشكل غلط، فممكن تزعل غصب عنها، لان برضو هي طبعا حساسه جدا، واي حاجه هتقولها لها ممكن تضايقها. انا ما بحبش عامه ان انا يعني اضايق اي حد قدامي، مراتي او حد صاحبي، انا بخاف على شعور الناس بشكل كبير جدا، وما بحبش ان انا اضايق حد باي حاجه اقولها له، يعني ممكن اخبي عنه بس ما اقولوش. يعني هنقول ان هي النيه سليمه تماما الحمد لله، يعني الواحد بيتعامل بالنيه وربنا يستر. طب لو حد وصل لك كلام ان في شخص ما بيتكلم عليك بشكل مش كويس، هتروح تواجه ولا كانك سمعت حاجه؟ على حسب هو عمل ايه. اتكلم عليك لو بشكل كبير قوي صعب. ما هو ممكن يتكلم عليا اللي هو كلام عادي. لا مش عادي. وممكن يعمل لي مشكله، لو في مشكله كبيره ممكن اروح اتكلم معاه. هتروح تتكلم معاه وتفهم؟ اه طبعا واجهه. تواجهه على طول؟ اه طبعا، لكن لو كلام عادي ما طول عمري الناس بتتكلم عليا، ف يعني عادي بتعامل يعني. بصراحه اتعس فتره في حياتك؟ بعد ما بطلت. بعد ما بطلت كوره؟ اه قعدت 6 شهور مكتئب. 6 شهور ما بخرجش من البيت. مش مصدق ان انا بطلت كوره. ده كان قرار؟ هو بصي لا هو قرار، بس قرار خدته بعد ما اجبرت عليه يعني. اجبرت عليه منين؟ لا ال ال عدم اللعب برضو قبل ما بطل، وحتة العروض اللي جات لي ما كانتش تليق باسم الواحد، كنت حاسس ان هي مش هتضيف لي حاجه يعني. الحمد لله بعد ما الواحد لعب في انديه كبيره جدا وكده، فما كنتش حاسس ان العروض اللي هتجيلي دي لو رحتها او الانديه اللي جات لي هروحها ان هي هتضيف لي في حاجه، لا بالعكس كانت هتقلل مني يعني، مع احترامي لكل الناس اللي كلموني يعني. بس مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضراتكم.